عندنا مثلا احنا بالمذهب الشيعي المصادر كتاب بنات النبي ام ربائبه والكتاب الصحيح من السيره لمرتضى العاملي، هاي الكتابين مذكوره بها ادله انه بنات الرسول ما عنده غير بس بنت وحده اسمها فاطمه وبقيه البنات هن بنات خديجه وهن ربائبه وهو رباهن بيته، وايضا هناك ادله اخرى تقول انه لا هذين ما كانن بنات خديجه، هذين كانن بنات هاله اخت خديجه، وبعد ان توفت هاله خديجه ربتهم والنبي عليه الصلاه والسلام كفل هذين البنات ايضا ورباهن في بيته. هسه احنا هنا عندنا ضاربنا ويا المذهب الشيعي اللي الاخ هنا دا يقول حسب المذهب الشيعي ينسحب البنات في حاله زواج امهم مره ثانيه، ما هنا حسب المذهب الشيعي نفسه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده بنات من زوجته ببيته أو بنات أخت زوجته ببيته وهو رباهن. زين هنا إذا إحنا دا نحكي على قضايا اغتصاب بالنسبة من زوج الأم للبنات، هنا هذا مو سبب لإدخال لإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة.